ورد في زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام: أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، مقتدياً بالصالحين ومتبعاً للنبيين. لما لم يبق مع الحسين إلا أخوه العباس، جاء إلى الحسين يطالب منه الإذن بالقتال، فبكى الحسين عليه السلام بكاءً شديداً ثم قال: يا أخي، أنت صاحب لوائي، فإذا مضيت تفرق عسكري. فقال العباس: قد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب بثاري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين عليه السلام: إذن أطلب لهؤلاء الأطفال قليلاً من الماء. فذهب العباس إلى القوم وعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم ينفع. فرجع العباس إلى أخيه يخبره بجواب القوم، فسمع الأطفال يتصارخون وينادون العطش العطش. فركب جواده ومعه اللواء وأخذ القربة وقصد الفرات، فأحاط به 4000 ممن كانوا موكلين بالفرات لمنع الحسين وأصحابه منه، ورموه بالنبال فكشفهم وقتل منهم جماعة، حتى إذا وصل إلى المشرع ركز لواءه ونزل إلى الماء. فلما أحس ببرد الماء وقد كظه العطش اغترف ليشرب، لكنه تذكر عطش الحسين عليه السلام، فرمى الماء من يده وقال: لا والله لا أشرب الماء وأخي الحسين عطشان. ثم ملأ القربة بالماء وحملها على كتفه وخرج من المشرع، فاستقبلته جموع الأعداء فحمل عليهم بسيفه فرموه بالنبال من كل جانب حتى صار درعه كالقنفذ من كثر السهام. فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل فضربه على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله فقاتل حتى ضعف عن القتال وقد أعياه نزيف الدم. فكمن له حكيم بن الطفيل فضربه بالسيف على شماله فقطعها من زنده، وعند ذلك وقع السيف من يده. فأخذ القربة بأسنانه، ولم يكن للعباس هم إلا إيصالها إلى المخيم. فجاء إليه رجل من بني تميم فضربه بعمود من حديد على رأسه فخر إلى الأرض صريعا، ونادى بأعلى صوته: عليك مني السلام يا أبا عبد الله، أدركني يا أخي. فجاء إليه الحسين فرآه مقطوع اليدين مردود الجبين، والسهم نابت في العين، والعلم ممزق إلى جنبه، والقربة مخروقة. فنادى عليه السلام: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. فقام الحسين محن الظهر يكفكف دموعه بكمه وهو ينادي: وا أخا، وا عباسا.